اللجنة النيابية الفرعية المعنية بقانون الانتخابات تلتئم في 8 من الشهر المقبل، والهواجس تتخطى قدرتها على الخروج بنتائج. تقرير جوني تانيوس. سجلت الأيام القليلة الماضية أكثر من تشديد من أكثر من مرجع سياسي على أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، لبل أيضا وفق قانون جديد يراعي التمثيل السليم. هذه المواقف تأتي قبل نحو أسبوع على عودة اللجنة النيابية الفرعية المعنية بقانون الانتخابات إلى الاجتماع، علما أن تساؤلات عدة تحتل المشهد. هل ستنجح اللجنة في وضع تصور يرضي الجميع لناحية نظام الانتخاب وعدد الدوائر، وماذا بعد انتهاء اللجنة من عملها؟ طبعا نحن لا نقول أنه يعني ستنتهي الأزمة مع اجتماع هذه اللجنة، ولكن هذه الاجتماعات هذه اللجنة هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. عم ننزل على المجلس برأي واحد وبقانون واحد، عم ينزلوا على المجلس كل جمعة في عندهم رأي وعندهم اقتراح. لنفترض اللجنة الفرعية توصلت إلى اتفاق على قانون الانتخاب، كيف نقر بوجود الحكومة؟ لأنه لا يجوز أن يعقد الهيئة العامة تعقد اجتماع بغياب الحكومة. وسمعنا من يومين جواب أنه نحن على استعداد للذهاب مع وجود الحكومة لأجل إقرار قانون انتخاب. الفكرة اللي أعطيت من دكتور سمير جعجع اللي هي فكرة فعلا بتدل على موقف 14 أذار المتمسك بإجراء الانتخابات، والمتمسك أيضا بأن يكون هناك قانون انتخابي غير 60. فعلا مصرين كفريق 14 أذار التوجه إلى المجلس، منلاقي الطريقة وقتها كانت الحكومة أو لا. وسط هذه الأجواء تكثر الأحاديث عن إمكان العودة إلى اقتراح قانون فؤاد بطرس مع بعض التعديلات، ولكن حتى الساعة الجميع يؤكد أن الأمر لم يطرح بعد. ممكن يكون اقتراح جيد جدا، لكن لهلا نحن ك14 أذار اقتراحنا هو النظام الأكثري. ليش؟ لأنه منشوف بكل بساطة أنه هذا النظام بيعطي الحقوق، يعني الحق الأفضل للتمثيل المسيحي. لا أريد أن أصطبق النقاشات التي ستحصل، ولكن أعتقد أن نحن ككتلة مع الإجماع إذا تم التوصل برضا الأفرقاء إلى قانون ما أو مشروع قانون ما، لن نكون نحن حجر عثرة في إقراره. إلى الأسبوع الأول من العام الجديد، وتحديدا إلى اجتماع اللجنة النيابية المصغرة، تتجه الأنظار. وإذا كانت عقدة عقد الاجتماعات قد حلت، فإن عقبات مختلفة ما زالت تعترض مسار قانون الانتخابات الموعود.